دور الاتحاد، يعني انا معلش with all my respect للاتحاد، بس انا بشوف ان الاتحاد ربما يكون قام بدور تكنيكال كويس خلال السنوات اللي فاتت، قام بدور تكنيكال انه يظبط اداء الشركات وينظم المنافسه على قد ما قدر يعني بدرجه كبيره، ولكن يعني انا مش عايزه يعني اقول اكثر من هذا، انا مش عايزه اقول اكثر من هذا، بس انا عايزه احمله مسؤوليه كامله كامله ان هو لم يبذل مجهود في الترويج او نشر الثقافه التامينيه اللي كان المفروض يقوم بدورها. يعني كان اتحاد، انا مش عارفه افهم الحقيقه دوره الاساسي كان ايه اذا لم يكن تدعيم الصناعه. الاتحاد المصري للتامين انشئ لتنظيم صناعه التامين، تنظيم المنافسة، تقديم المشورة الفنية للشركات الأعضاء في السوق. والحقيقة لما أجي أمسك الاتحاد هلاقي الاتحاد عنده لجان فنية متخصصة لكافة فروع التأمينات، زي ما حضرتك سألتي الزملاء بنتكلم في المنتجات التقليدية، المنتجات الجديدة، إزاي تطوير المنتجات، ده دور بحث فني بيقوم به اللجان الفنية الموجودة في الاتحاد، لأن اللجان الفنية ليست لجان منبثقة من شركات ولكن بتمثل خبراء التأمين في سوق التأمين. يعني كل لجنة فيها خبراء تأمين، الناس المتخصصة بيبدأوا يطلعوا ببرودكت معين، بيبدأوا يطلعوا بتعديل معين، أمندمنت معين، بيبدأوا يطلعوا بتعديلات معينة للبرودكات المنتجات القائمة. الجزء الثاني للاتحاد هو تنظيم سوق التأمين، وده أنا بتفق معاك إن هو لم يقم بالنقطة دي بدوره في تنظيم سوق التأمين. احنا دلوقتي بنشوف سوق التامين، بنشوف المنافسه يعني احنا وصلت للبوتوم لاين الحقيقه خلاص، يعني بتبداي بعد كده تدفعوا من جيبكم، احنا وصلنا خلاص وبدات المشكله دي بقت تبقى مشكله تواجه الصناعه في مصر، لان النهارده انت عارفه صناعه التامين بتقوم على تفتيت الخطر والارتباط بين شركات التامين واعاده التامين زي ما قلنا بالشركات العالميه. الشركات العالميه دي هو اتفاقيات عباره عن ايه؟ هو بيفوضك ان انت تكتتبي للقلم بتاعك. لو انت اكتتبت صح النتائج هتبقى صح، وبالتالي كل الاطراف زي ما بنقول وين وين سيتويشن. لو اكتتبت غلط زي ما بيحصل بالمنافسه هو خسران معايا وانت خسرانه انت كمان، والسوق بدا النهارده نوصل لمرحله متدنيه من العلاقه. فهنا انا شايف ان فعلا ان الاتحاد المصري للتامين في النقطه دي لم يقم بالدور المنوط به في تنظيم سوق التامين وتنظيم المنافسه داخل السوق، زي محمد ما قال كده ورد يمكن قبل حضرتك ما تكمل. ليه دي بقى؟ لان انا كنت في اخر اجتماع في المجلس التنفيذي، يعني كلام قلت النهارده لازم القانون ايه، يعني النهارده لازم القانون يدي حمايه ويدي باور للاتحاد المصري للتامين عشان يبقى عنده السلطه ان هو يبدا يشوف لما يفرض او يبدا نقعد جوه الاتحاد ونتدارس موضوع معين ونطلع قرار، لازم القرار ده يبقى ملزم. لحد النهارده قرارات الاتحاد ليست قرارات ملزمه. في سوق التامين هنا في مصر الهيئه بتقوم بالدور ده، وان كان انا بعترض ان الهيئه ملهاش الدور الفني اللي المفروض يقوم بيه الاتحاد. من هنا انا يعني بقول لازم الاتحاد ياخد سلطه بموجب قانون ما او تعديلات القانون ان هو يقدر النهارده يخش ويقدر يفرض. طب والاتحاد حضرتك مش المفروض يعدل قوانينه بداخليا؟ هو ده مسته ان هو يجمع مجتمع الشركات، فهو المفروض ان هو يبقى بالتصويت الجماعي من الشركات يعدل قوانينه ويحطها موقف الالزام. احنا اللي عندنا اللي بينظم سوق التامين هو قانون 10 وتعديلاته، واللي بيقوم بتطبيق القانون هي هيئه الرقابه الماليه. الاتحاد دوره ليس دور تطبيق قانون، دوره فني زي ما انا قلت لحضرتك، ودوره تنظيمي، لكن ما عندوش الباور اللي يقدر يفرض قراراته على السوق بالشكل اللي يجبر بيه القرارات اللي هي بتطلع من الاتحاد ان الناس كلها تلتزم. يعني حضرتك شايف اما انه الاتحاد يتعدل قانونه عشان يبقى قراراته ملزمه، لازم ياخد، لا اما هيئه الرقابه تبص على القصه دي وهي تتدخل فيها. لا انا مش حابب ان هيئه الرقابه تخش على القصه دي، لان يعني انا شايف ان الاتحاد
الجزء الفني بتاعه عنده خبرة، عنده لجان فنية في جميع أنواع التأمينات اللي بتمارس في مصر. فإذا هو عنده التولز اللي يقدر بيها يبدأ يشوف يدرس السوق إيه ويبدأ يطلع قرار. إنما الهيئة ما عندهاش الكلام ده. أنا مش حابب إن الهيئة تاخد القرار ده. الهيئة لازم تبص على فوق، دورها تنظيمي أكتر من الاتحاد، وتبدأ فيها توجهات أكتر من دور تنفيذي. لأنه لو دخل دور تنفيذي هو احتمال يخطأ. يعني أنا على سبيل المثال في شوية قرارات طالعة دلوقتي ممكن تبقى قابلة للخطأ أو الصواب. الرقيب لازم يبص من فوق ويبدأ يبص على الموضوع في الفوق بشكل متساوي لتنظيم السوق. لو دخل تنفيذي وطلع قرار غلط هيبقى موقفه إيه جوه السوق؟ انا شايف ان الهيئه مش المفروض ما تخشش بدور تنفيذي، تترك الكلام ده للاتحاد وتدي له الباور وتدي له يعني اللائحه التنفيذيه تطلع من جوه الاتحاد. القانون نفسه القانون طلع خلاص، القانون طلع من الهيئه. اللائحه التنفيذيه تطلع من مجلس اداره الهيئه. انا ما جبتش اللائحه التنفيذيه خالص، انا بقول القانون اللي يطلع من الهيئه يدي السلطه للاتحاد يقول له انت النهارده ليك حق غير السلطه التنفيذيه. بالظبط، يبقى اللائحه التنفيذيه. معلش يا فندم، ليا تعليق على كلام انا بساله. لا انا اقول يعني اللوائح التنفيذيه تطلع من الاتحادات اللي هي تنفذ على السوق. انا هرد على النقطه دي. الاتحاد لما احنا نتفق على حاجه لتنظيم السوق الهيئه توافق عليها كحاجة ملزمه للشركات. يبقى عايز، يبقى حضرتك عايز تدخل الهيئه عكس ما بيقول. لا يعني انا برضو لا يعني أحمد. مثلا في السوق السعودي، السوق حال التامين الحريق، استاذ مؤمن استاذ احمد كانوا في السوق السعودي، حال تامين الحريق ما اتصلحش شويه غير بعد تدخل الرقيب. عمل تحمل اجباري، عمل ليميت للاسعار، عمل. انا شايفه برضه يا استاذ احمد نفس القصه، يعني مش لازم في كل حاجه. انا متفقه الحقيقه مع استاذ محمد في النقطه دي، في حته انه قوه الرقيب في بعض الاحيان بتبقى لصالح مجتمع الاعمال كله، لان في شركات ممكن تضرب عرض الحائط بكل اللي بتتخذوه من اجراءات. الاتحاد فيه لجان كتيره، واللجان دي ممثل فيها يعني اخوه افاضل وعندهم الخبره، لكن بيتفق على حاجات. وزي ما تفضلت حضرتك ممكن تيجي الشركه او اتنين في نهايه الامر ما تفعلش بالظبط، فيلاقي ان هم هد الشركه دي او الاتنين هدت كل المجهودات اللي بتعملها اللجان ده. هي انا اعتقد برضو ان في مساله، يعني احنا يمكن نعرف بعض كزملاء ونسك جدا في بعض، لكن اما بيجي الشغل الحقيقي على ارض الواقع نلاقي ان في عدم ثقه بين الشركات. اقول لا، طب انا ممكن ما اديش حصه للشركه الفلانيه، لان لو اديته حصه مثلا من الشغل ده هو السنه الجايه هيروح واخد من العميل مثلا، والعكس صحيح. ونلاقي ان احنا دخلنا في لوب وسبايرل ودوامه، واحنا كلنا عمالين بنخسر، او على الاقل المنافسه بتبقى غير منطقيه، وان التسعير بقى غير منطقي، والكل في الاخر خسران حتى العميل، لان العميل هو دايما للاسف يعني في بعض الاحيان، ما كانش في كثير من الاحيان، بيدور على السعر الارخص. فايا كانت الشركه اللي بتدي له السعر الارخص ده، كثير من العملاء للاسف ما بقاش عنده الخبره الكافيه انه يقول ان التغطيه دي ملائمه ولا لا، والسعر ده ملائم للتغطيه دي ولا لا. احنا عايزين زي ما انا اقول تاني واذكر برضو ان احنا محتاجين اولا يكون في مجهود مشترك من الشركات كلها بجهه، ويمكن تكون واحده يمكن تحت مظله الاتحاد، تعمل ريسيرش على الماركت وتقول ايه اللي ممكن يتعمل، وايه هي التكنيكال ريتس، والشركات مثلا يكون لها الحريه انها بس اتليست يكون في بوصله معينه بتقول للناس ايه هو السعر المنطقي على مستوى السوق، يكون بنش مارك. الحاجه الثانيه ان احنا نقول والله ان لازم يكون، ودي من الحاجات اللي اتفضل بيها الاستاذ احمد، ان التدخل الرقيب في المملكه العربيه السعوديه، وكان تدخله الاول الناس يعني بمنتهى الامانه كانت متضايقين، بس احنا شايفين دلوقتي النتائج يعني احسن بكتير. طبعا. ليه؟ لان مثلا من الحاجات اللي اركز عليها ان ما ينفعش ان شركه تامين تدي عرض اسعار وهي ما عندهاش معلومات اكتتابيه كافيه. مظبوط، لكن ده كان بيحصل، وانا اعتقد في مصر بيحصل، يعني ما بسميش شركه معينه يعني. فبالحد الادنى من المعلومات الشركه بتدي عرض اسعار، وحتى من غير ما يشوف الخطر، من غير ما يكون عنده تفاصيل المبالغ التامين، ما يكونش راح شاف الهاوس كيبنج بتاع المكان. فدي حاجه من الحاجات اللي الزمت بيها الشركات عمليه ان يكون مثلا الانشطه الخطره يكون لها بروسيجر تاني، يعني طريقه تعامل مختلفه مش زيها زي اي خطر تاني. لما يكون مثلا مخازن
المخازن دي ايه هي المعدات اللي فيها او البضاعه الموجوده فيها، هل في مثلا سيكوريتي 24 ساعه ولا لا، هل هي مرتفعه الحاجه بتتخزن على اماكن مرتفعه عن الارض ولا لا عشان لو حصل تسرب مياه او مثلا حتى لو ميه جايه مش كل الكلام ده يعني دخل فيه في حط اندرايتنج جايد لاينز هايله، وبدا السوق ما بقاش اختيار بقى الزام عليه، ويمكن دي النقطه اللي بيتكلم عليها احمد. يبقى اذا الرؤيه اللي بيقولها استاذ محمد مصطفى مهمه في حته انه مفيش مشكله انه الرقيب يبقى طرف المنظومه شويه لحد لما يظبط اداء الشركه، زي مثلا انسيدنت زي اللي حضرتك بتقولها بتاعه اللي هو بيقدم ب 20% من القيمه، لو في اجراء تنظيمي جوه الاتحاد يحيل الشركه دي للرقيب يراجعها، فوانس انه راجعها هيكتشف العوار اللي موجود في العقد على طول بالزبط. فيبقى في مخالفه، فيبقى في دخول صح. يبقى في كلام مع الشركات انها ما تستهزئش، ان ده نوع من انواع الغش صح. غش تجاري، يعني هو ده غش تجاري بيستغل عدم درايه العميل في غش. هو على فكره بس انا الشرط تجربه سوق تنفع تطبق على صندوق تاني على سوق تاني، دي حاجه. الحاجه الثانيه السوق السعودي لما تدخلت سما فيه كانت نتيجة الدمار اللي حصل يمكن في التأمين الميديكال لما بدأوا يطبقوه بشكل إجباري. أعتقد إن معرفش أستاذ مؤمن يمكن يصحح لي بقى أكتر، إن معظم الشركات قعدت تأمين لما حصل إن التأمين الميديكال خسر في السوق السعودي بدأوا يخرجوا من السوق السعودي. هنا بقى في تدخل وجوب تدخل الرقيب عشان يظبط السوق. إحنا هنا الحمد لله يعني الأمور مش بالشكل اللي حصل في الميديكال في السعودية. أنا بقول إيه؟ أنا بقول إن دور الرقيب هو عنده من الوسائل والداتا والامكانيات لانه شايف على السوق كله. يعني انا النهارده لما اجي اقول انا ببص انا اشوف على شركتي، ممكن اشوف على كم شركه منافسه اشوف الداتا بتاعتهم عشان اقدر اشوف اقيم الموقف. انما الرقيب هنا عنده الداتا بتاعت السوق كلها، فعنده من التولز ان هو يقدر يدرس السوق بشكل اوقع ويبدا. انا لما بقول ان مش حابب التدخل، انا نفسي في التدخل الرقيب يكون تدخل مش في تفاصيل، انا مش عايزه يخش في تفاصيل، انا عايزه يخش في تنظيم السوق. كلمه تنظيم السوق يعني ايه؟ يعني النهارده نقول زي ما مؤمن بيه قال، احنا النهارده واحنا بنتكلم على تامين الحريق في جايد لاينز معينه لازم يا شركات تطبقوها. الجايد لاينز دي عباره عن ايه؟ عمرها ما كانت تسعير، عباره عن خطوات لازم المكتتب يتبعها عشان يوصل للاكتتاب بتاعه السليم. فانا يعني انا بس حبيت اوضح ان انا لما بقول النهارده مش حابب ان الرقيب يخش في تفاصيل، انما طبعا هو ينظم السوق، يبص على السوق، يعني يدي 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 تعليمات وارشادات. وبعدين الحاجه الثانيه هو لازم يوزع الاختصاص ما بينه وما بين الاتحاد. هو الاتحاد ده دوره ايه؟ يعني احنا وصلنا هنا في السوق المصري زي ما قال الزملاء هنا ومحمد قال، احنا بنخرج من الاتحاد من الاجتماع كل واحد بيروح يشوف مصلحه شركته ايه يطبقها. طب فين تنظيم السوق؟ مفيش سوري يعني. طب النهارده انا انشات الكيان ده ليه؟ وانا لما اجي انشا كيان لازم اديله من السلطه وصلاحيات يقدر ان هو عشان يقوم بالهدف بتاعه. هدفه تنظيم السوق. ما معنى كلمه تنظيم السوق؟ منع المنافسه، تطوير صناعه التامين، العلاقه ما بين السوق، تطوير المنتجات التامينيه اللي في السوق. انا شايف ان الاتحاد مظلوم، مش واخد الوضع او واخد الباور اللي ممكن ياخده علشان يقدر يقوم بيه بمهامه. شايف الحاجه الثانيه، شايف ان الهيئه تقوم بتنظيم السوق ولكن ليس بدخول في تفاصيل، لا في تسعير ولا في ان هو يقول نسب الاستهلاك ولا الكلام ده كله. انا شايف الكلام ده معلش، الرقيب لازم يكون ليه هيبته في السوق. عشان يكون ليه هيبته ما يتعرضش الموقف ان هو ممكن ياخد قرار فيه هو خطا فيه. هل تطورنا او ايه اللي بيحكم الجانب التعويضي للشركات؟ هل في الزام بنسب محدده؟ يعني انا خلاص امنت مدافعه اقساطي، حصلت لي المشكلة وبقيت في الوقت اللي أنا محتاجة أخد فيه تعويضاتي، إيه الـ 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 الجوانب الإلزامية اللي على الشركات إنها تديني تعويضاتي بالشكل اللي أنا شايفاه ككاستمر؟ العقد إحنا لابد برضو نرجع لنقوله لألف ب. التأمين هو عقد بتقدمه الشركة لعاملها لخدمة مستقبلية. يعني أنا بعمل العقد يوم 1 يناير وبتعهد بيه للعميل بتاعي ان انا هعوضه عن خسائره وفقا لما تم تحديده في الوثيقه خلال مده العقد. فاذا انتهت المده ولم يحدث خساره، لا شركه التامين كانت عند وعدها وما حصلش خساره.
فهنا إذا كان حضرتك بتشير إلى المشاكل وقلت الكيس اللي ذكرت دي بأنها كان خلاف ما في شك نتج عن واحد أنه تصور العميل أنه التغطية شاملة والتغطية ليست شاملة، هناك استثناءات عامة واستثناءات خاصة اللي بيها عندما حدث الحادث المؤمن الواقع اللي مؤمن عليها حصل خلاف. فهنا احنا بنعود للعقد، وعشان كده احنا دايما في عقد التأمين بنلجأ الأول إلى طبعا التفاوض، إن فشلنا في التفاوض فبنلجأ إلى التحكيم، وإذا فشل التحكيم نلجأ للقضاء ويكون تفسير المحكمة لبنود وشروط العقد هي العامل الفيصل في تحديد أو سداد التعويض. ده يعود برضو إلى برضو قد يكون بشكل كبير محدودية ثقافة العملاء المؤمن له. الزملاء هنا ذكروا وقالوا أن هناك وثائق التأمين، حتى بما قالوا المثال اللي قاله الأستاذ مؤمن أنه قدمت الوثيقة لعميل، وأنا استغرب جدا أن ده يكون عميل مؤسسة لها نشاط تجاري أو صناعي أو الآخره، وعندها مدير مالي وإداري ومسؤول عن يعني توفير احتياجات الشركة من خدمات ومواد وإلى آخره أو المصنع خلاله. فإذا كان هذا العقد برضه المفروض أنه عنده مستشار قانوني طبعا. فإذا كان هذا العقد هو رايح يشتري حتة أرض أو حيبيع حاجة من منتجاته بالعقد اللي هو بيبيع بيه بيضعه مستشار قانوني، لكن هو اشترى وثيقة التأمين ووضعت فيها شروط هو لا يدري بالكامل هي تعطيه ما يحتاج ولا. وهنا يمكن احنا يعني هنا بس اسوق حضرتك لحظة، هنا مربط الفرس قراءة العقد بشكل جيد من قبل المتعامل. لابد ان يكون برضو عندما يشتري خدمة زي دي وخدمة متخصصة لابد ان يكون له مستشار. فمستشار التأمين، وعشان كده انتوا حضراتكم يمكن لما تكلمنا قلنا ان التأمين عناصره هي شركة التأمين او العميل وشركة التأمين بس، لكن لابد ان يكون الوسيط، والوسيط له دور كبير جدا. صناعة التأمين في الدول التي تقدمت الوسيط هو الدور الاساسي، ودائما كنت اقول حتى في الدول المتقدمة اقتصاديا والافراد فيها تتمتع بقدرة على اتخاذ القرار الصحيح، انا بعتبر ان في دول اوروبية وامريكا مستشار التأمين للفرد او للأسرة هو اهم بشكل كبير جدا من الطبيب. في ختام هذا اللقاء بمسؤولي التأمين، الحقيقة ربما برزت مجموعة من التوصيات المهمة، أهمها ضرورة التحول الرقمي بشكل أكبر في قطاع التأمين، وخاصة في تأمين الأفراد اللي ده أصبح وسيلة أساسية لإنهاء الإجراءات الخاصة به. أيضا نشر الوعي، وسواء أن يتم هذا النشر بدور مشترك ما بين شركات التأمين والدولة في خطة متكاملة لبيان أهمية هذا النشاط في تنظيم كافة مناحي الحياة بالنسبة للمواطنين، وأيضا ضرورة التوسع أو ضرورة إخضاع العديد من الأنشطة المهمة التي تندرج تحت المال العام في الدولة للتأمين الإجباري، أسوة بالاقتصاديات الكبرى الموجودة في جميع أنحاء العالم، وخاصة بعد ما عرفنا أنه في عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية في الدولة خارج منظومة التأمين بشكل كامل. العديد من الأفكار والعديد من الموضوعات الحقيقة اللي طرحها النهاردة مسؤولي التأمين، ونتمنى في جريدة الوطن أن تصل إلى المسؤولين وأن تصل إلى ذوي الاهتمام لاتخاذ اللازم بشأنها.